حدا سألني عن خطوي لمساج السلوليت. في طريقتين نعمل فيها. أول طريقة نجيب بن مطحون أو نحن نطحن البن مع زيت جوز الهند. إذا منه متوفر زيت جوز الهند فينا نستعمل زيت الزيتون. نتركهم ليتماسكوا مع بعض ونرجع ندهنوا عجلة صبح ومساء لمدة شهر وبعدين بنسيبهم أي يوم لا. تاني زيت وكمان كتير رائع بيعطي ملمس للجلد بحسن السليوليت وهيك. أنا كتير بصراحة بحبه زيت الفلفل من أروع ما يكون. في زيت القرفة كمان بس أنا زيت الفلفل بحبه كتير. كمان النتيجة قبل شهر ما حدا بليز لأنه السليوليت بده وقت. وناخد الكولاجين مثل ما قالت الكولاجين بحسن من 40% السلوليت وبحسن ملمس الجلد والتجاعيد وكل شيء. بليز بدنا نطول بيننا مش